بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج مفاتيح من قناتكم قناة القرآن الكريم. إذن مشاهدينا، في البدء نحمد الله تعالى أننا ننتمي إلى دين كامل متكامل يعنى بعلاقة الفرد بربه وعلاقته بإخوانه من الأفراد وحتى بطبيعته وبيئته. الإسلام يؤكد مسؤولية الأفراد في الحفاظ على البيئة لمن يأتي بعدهم، كما علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عبر العديد من المواقف والأحاديث. واليوم مسؤوليتنا كإعلام مشاهدينا، كإعلام هادف، هو البحث عن سبل التغيير للأحسن في مجال البيئة والطبيعة. ما هي الأفعال اليومية البسيطة التي قد تنقذ البيئة وترفعنا درجات في الجنة؟ هي إشكالية اليوم مشاهدينا. لإثراء هذا الموضوع مشاهدينا، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريمين. الضيف الأول أستاذ الشيخ محمد بالعالي. السلام عليكم أستاذ. تحية لك أستاذة، وتحية لكل المشاهدين وكل المشاهدات في هذه الأمسية المباركة. أحيي الجميع بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ. وفي انتظار أن يدخل إلينا على البلاطو السيد منير حنان، صاحب مبادرة إغرس شجر، الذي يأتي إلينا من مدينة قصر البخاري بلمدية. نبدأ النقاش مع الأستاذ محمد بالعالي، وأيضا اتصالاتكم تشرفنا على الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى لمناقشة هذا الموضوع. أستاذ محمد بالعالي، من أكبر القضايا المتعلقة بالبيئة اليوم والتحديات هي مسألة المياه. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وقبل 14 قرنا وجد لنا الحل، حيث قال: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. المعاني العميقة لهذا الحديث أستاذ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دعيني أستاذة في البداية أن أتكلم عن هذا الإنسان، الإنسان المكرم. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، إنما هو يريد أن يحفظ هذا الإنسان. هذا الإنسان الذي خلق الله عز وجل هذا الكون كله من أجل هذا الإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا انظرنا إلى السماوات وإلى الأرض وإلى الماء وإلى الهواء وإلى كل هذا الكون، إنما خلق من أجل هذا الإنسان. فالإنسان هو المركز في هذا الكون، وكذلك أراده الله عز وجل. وسبحان الله، لأمر ما أن الله عز وجل أيضا ربط فساد هذا الكون بفساد هذا الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهنا ذكر الله عز وجل ظهور ذلك الفساد إنما بسبب هذا الإنسان. وأين؟ في البر والبحر. وحديث الماء يكلمنا عن أمر مهم بالنسبة إلى هذا الإنسان. حينما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الإسراف في الماء ولو كان الإنسان على نهر جار أو جار، هنا نرجع قبل اليوم إلى 15 قرنا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يكلم الناس في هذا الزمان بالذات، في هذا الزمن الذي أصبح فيه كل القضايا الكبرى مربوطة بالماء. الآن حتى الصراعات الدولية كلها من أجل ذلك الماء. والآن الخبراء يتنبؤون بأن ربما معظم المشاكل التي ستحدث في المستقبل في الكرة الأرضية هي بسبب تلك القطرة من الماء. فإذا انظرنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يكلمنا حتى على عبادة من العبادات. يعني الرجل كان يتوضأ، يتوضأ من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي، أن يقف بين يدي الله عز وجل. وهذا مقصد من المقاصد التي خلق الإنسان من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا تسرف. الصحابي أجاب: هل في الماء صرف يا رسول الله؟ يعني هل في الوضوء صرف يا رسول الله؟ يعني رح نتوضأ يا رسول الله، هل أيضا لما نجي رح نتوضأ فيه إسراف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت على نهر جار. وكأنه عليه الصلاة والسلام اليوم ينظر إلينا، والواحد منا ربما يجي رح يتوضأ باش يصلي، ولكنه يفتح الحنفية ويضيع لترات ولترات وعشرات اللترات من أجل أن يتوضأ. وإذا أراد أن يغتسل فربما يبذر أكثر من ذلك بكثير. فجاء هذا التنبيه النبوي من رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ليؤكد لنا
باب من أبواب حفظ البيئة، وهو المحافظة على المياه في هذه البيئة، في هذا المحيط الذي يعيش. وكأنها من ممتلكات الغير. طبعا لماذا؟ لأن البيئة إذا نظرنا إليها هي المحيط الذي يعيش فيه هذا الإنسان، والمحيط هذا الذي نعيش فيه شركاء فيه، يعني ما يضر الآخر أو ما يكون سببا في إيذاء الآخر هو مسؤوليتي أنا. لذلك تلاحظي أن النبي عليه الصلاة والسلام ويربي في الصحابة حتى في ذلك الدائرة، دائرة العبادة في المسجد مثلا، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان أن يدخل وفي فمه رائحة ثوم. لماذا؟ لأنه داخل يصلي، ومع ذلك لأنه فيه تلويث للبيئة، بيئة الصلاة. نعم. قال له من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلان. نعم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وصل، ما دام نتكلم عن البيئة التي يعيش فيها الإنسان، وصل إلى أنه مرة سمع جلبة. وش معنى جلبة؟ بمعنى صوت الناس يجري وهما داخلين للصلاة. ضوضاء. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال لهم إذا جئتم إلى الصلاة فأتوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما تم فاتكم فأتموا أو فاقضوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا ينبهنا إلى أن ما دام هذا الأمر مشترك بين الناس، الماء والهواء وهاته الأرض بتعبير القرآن. القرآن بالمناسبة أستاذة حينما تكلم عن البيئة تكلم بمصطلح أعم من مصطلح البيئة، وهو مصطلح الأرض. والأرض إذا انظرنا إليها، ننظر إلى هذا التراب الذي نعيش فيه، وإلى الماء الذي هو موجود في هذه الكرة الأرضية، وإلى هذا الهواء وتوازنه في هذا الكون، وإلى المجرات الأخرى والنجوم الأخرى التي لها أيضا علاقة بصلاحية هذه الكرة الأرضية للحياة، الكوكب كله للحياة. فجاء هدي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحفظ هذه البيئة، وكل ذلك من أجل حفظ حياة سعيدة هنيئة لهذا الإنسان، ضمان بقائه على هذه الأرض. نعم، ضمان بقائه وضمان أن يعيش تلك المعيشة الهنية، لأن هذا الإنسان أصلا أين خلق؟ آدم عليه السلام كان في الجنة. نعم. ومدام كان في الجنة الله عز وجل وفر له كل شيء وأعطاه كل شيء من أجل حتى ألا يتعب، ألا تجوع فيها ولا تعرى، وألا يشقى، وألا يعيش البؤس والغير ذلك. فحينما أنزله الله عز وجل إلى هذه الأرض وفر له كل هذه الإمكانات وسخر هذه الإمكانات لهذا الإنسان، ونهاه أن يفسد في هذه الأرض. ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، لأن كل فساد سيرجع ربما بالضرر على المعيشة الهنية السعيدة لهذا الإنسان. بارك الله فيك شيخنا. ومشاهدينا نرحب مجددا بالسيد منير حنان صاحب مبادرة اغرس شجرة، والذي أتى إلينا من مدينة قصر البخاري بالمدية. السلام عليكم أخي. السلام عليكم. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك. إذن سيدي صاحب مبادرة اغرس شجرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسوة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي اعتنى كثيرا بقضية التشجير، وكأنه يعني كأنها رؤية استشرافية للمستقبل. سبحان الله. وأنه هذه المبادرة هذه لو تعرفنا عليها وتعرفنا على نشاطك في المواقع أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اولا نحيي طاقم قناة القرآن الكريم على الاستضافة تاعو، ونحيي كل الجمهور المتابع الكريم لهذه القناة. مبادرة اغرس الشجرة هي مبادرة تطوعية انطلقت منذ سنة 2016، كانت عبارة عن حلم بتشجير حي من أحياء مدينة قصر البخاري ولاية المدية، اللي تعتبر منطقة ومناخها شبه صحراوي، حيث هي تحد الشمال على الجنوب. كنا نعاني بزاف من غياب الغطاء النباتي، خاصة في فصل الصيف. تحركنا احنا كمجموعة شبانية، تحركنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفكرة كانت في المواقع، حيث أنشأنا مجموعة فيسبوكية. من بعد خرجنا للواقع بمبادرة الحي المثالي، حيث انطلقنا من أحد الأحياء كما قلت لك، بحيث بعد سنتين أصبح الحي هذا مثال في التشجير في المدينة. في البداية غرستوا شحال من شجرة؟ كانت البداية بكمية قليلة، حوالي 20 شجرة. 20 شجرة.
وكنا نديروا صور الصور والفيديوهات قبل وبعد تاع التشجير، نعرضوهم في وننشرهم في الصفحه. من بعد لقات المبادره هذه استحسان المواطنين، بما انه شغل كانت حاجه جديده عليهم، بداوا الناس تتفاعل، بداوا التشجيعات، بدات تكبر المجموعه التطوعيه تاعنا، كما بداوا المحسنين يتهاتفوا علينا ويعاونوا فينا بالاشجار. منه خرجنا لمختلف الاحياء المدينه، منها الى الشوارع وامام المحلات، وصولا الى المدارس باش نغرسوا ثقافه التشجير في الجيل الصاعد. جميل. لانه كي تقولي المدارس، مدارس كنا احنا نركزوا على اشراك الاطفال في حملات التشجير، باش هو يخرجها كدرس من ونعطوه كذلك شغل توجيهات وارشادات، منه هو يخرج هذاك الدرس، يخرجوا من المدرسه، يخرجوا للاحياء تاعو والشوارع. وبالاضافه الى تثبيت العلاقه بين الشجره والطفل ايضا. الشجره والطفل مهم جدا. كنا نديروا لهم مبادره تاع تحت شعار شجره لكل تلميذ، باش كل نحاولوا كل تلميذ يعتني بالشجره تاعو. بعد بدات تكبر طموح تاعنا كما تكبر الشجره، وخرجنا المناطق المجاوره تاعنا في الولايه، حيث مسينا عديد من المناطق والبلديات المجاوره، ومنها خرجنا للولايات والحمد لله. جابت المبادره 50 ولايه. الحمد لله اليوم رانا حوالي 50 ولايه ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. وتمويل هذه الاشجار من اين ياتي؟ تبرعات هكذا من الملتحقين بالصفحه؟ احنا عباره عن مجموعه تطوعيه، ورانا بصدد تاسيس جمعيه ان شاء الله. المبادره حلينا صفحه، بعد من المجموعه انتقلنا الى صفحه وسميناها صفحه اغري الشجره. هي الاسم جاء عفوي وفيه نوع من الامر، اغرس. بدات الصفحه تكبر يوما بعد يوم، واليوم الحمد لله فيها 422 الف ما شاء الله، فيها 422 الف متابع. ان شاء الله رايق تقارب نصف مليون، ولما لا اشوفها مليونيه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. المبادره هي تمشي بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المحسنين اللي سخرهم لنا ربي سبحانه. المحسنين هما اللي راهم يعاونوا ويساهموا بالاشجار، والحمد لله احنا الاشجار تاعهم ديما نحطوها في الاماكن اللي الناس تعتني بها. احنا راه عندنا تنسيق مع عده مجموعات في مختلف الولايات، نروحوا للناس اللي تعتني بالاشجار هذه، اصحاب المشاتل والمزارع. اصحاب المشاتل ثان يساهموا معنا، معاونينا في السعر، معاونينا في يعطيك كميه، كي تشري عليه كميه ديما يعطيك بزياده. نعم ملاح، جيد جدا. والمبادره انطلقت في 2016، يعني كيف حال الاشجار التي غرست في تلك السنه؟ الحمد لله النتيجه بدات تبان بعد سنه. يعني الغطاء النباتي تغير في المنطقه. هي الغطاء النباتي تغير في المنطقه الحمد لله، حتى في المناطق اللي غرسنا فيها، مثلا في المدن الصحراويه، كاين مدن صحراويه بزاف بانت فيها النتيجه، مثل مدينه مازر هذه ولايه بني عباس، مدينه بريان ولايه غردايه، عدة مدن في واتسوف بانت النتيجة، في أضرار بانت النتيجة. الحمد لله اليوم ما رأي نتائج كبيرة، حتى الشعب الثقافة هذه رأي تنتشر، والشعب آمن بها وبدي يجسد فيها، لأنه يعني تنبع من الفطرة، فطرتنا أن نحسن إلى كل شيء حتى إلى الطبيعة. بارك الله فيك أخي. الحمد لله. شوفي الشعب كي تكوني في العمل تطوعي تتيقني انه الشعب الجزائري فيه خير كبير. الشعب الجزائري فيه خير كبير. بارك الله فيك اخي. شكرا لك استاذ محمد بالعالي. قضيه البيئه هي قضيه عالميه صحيح، في نفس الوقت هي قضيه فرديه تتعلق بالافراد، تتعلق بكل فرد فينا. كيف نوظف الدين للتحسيس وللتوعيه ولجذب الاخر ايضا وتوظيفه في هذا المنطلق؟ الانطلاقة على الإنسان المسلم في التعامل مع البيئة، وفي الحقيقة تعامل أفقي وعمودي كما يقال. فالشيء الأول هو علاقته بربه سبحانه عز وجل. المسلم في هذه الأرض، في هذه الحياة، في هذه البيئة، هو يرى ذلك التكامل في البيئة. احنا معنا الصراع، كما يقولوا الصراع مع الطبيعة، معنا الصراع مع الطبيعة. احنا كمسلمين نرى بأن هذه الطبيعة، هذا الكون خلق من أجل هذا الإنسان،
والله عز وجل سخره لخدمتي ولراحة هذا الإنسان، وخلق هذا الإنسان لعبادة المولى سبحانه عز وجل. فيرى الإنسان أن كل هذا الكون يسبح بحمد الله، فما عليه إلا أنه هو يسبح أيضا بحمد الله. شوفي الآن مثلا الحجاج راحوا إلى بيت الله الحرام، إن شاء الله ربي يتقبل منهم ويرزقهم خير ويرزق جميع إخواننا حجا مبرورا، وين راه رايح؟ رايح إلى البيت باش يطوف كما يطوف هذا الكون. إذن هو ينظر كما راه تطوف الذرة والمجرة، كلهم يطوفوا من أجل مرضاة الله ويسبحون بحمد الله عز وجل. وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الله عز وجل وش قال؟ والنجم والشجر يسجدان. النجم هو ذلك العشب الذي لا جذع له، والشجر المعروف. فقال الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان، إذن هم يسجدان لله عز وجل. فالمسلم ينظر إلى هذا الكون على أنه يسبح بحمد الله وعلى أنه ساجد لرب العزة تبارك وتعالى، فحينما يحسن في هذا الكون إنما هو يرضي ربه سبحانه عز وجل. بل ربط الإسلام المحافظة على البيئة بالإيمان بالعقيدة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإنسان حينما يميط الأذى عن الطريق يرى بيديك عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وإماطة الأذى عن الطريق صدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحاجة الأولى التي ينظر إليها ديننا وهو يرغب الإنسان في الحفاظ على البيئة ينظر إلى هذا الجانب التعبدي. وهذا نظن أن هذا الفارق الكبير بين الإنسان المسلم وغيره. الآخر ربما يحافظ على البيئة من أجل شيء واحد ووحيد، وهو كيف يحافظ على راحة هذا الإنسان. لكن الله عز وجل ينبهنا قبل هذا إلى أن إحسانك في هذه البيئة هو قربة إلى الله. ولأمر ما رأينا مثلا في الإحسان إلى مخلوق من المخلوقات في هذه البيئة، قطع شجرة ولا قتل الحيوان، قد يغضب الله سبحانه عز وجل. الإنسان الذي يقطع سدرا، سدر يقطعه من غير ما فائدة، من غير ما يستفيد منه، يعني هذا الإنسان يؤدي بنفسه إلى غضب الله. امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والعكس، إنسان يغرس غرسا كما راها شبابنا ربي يحفظهم ربي يبارك فيهم، لما يروح يغرس ذاك الغرس الشجرة تغرسها، شحال من إنسان حيستفيد من الأكسجين لحيت نفسه؟ إذن هذيك حتكون لك صدقة. كم من إنسان ربما يستظل تحت ظل تلك الشجرة، إذن كل واحد راح يستفيد منها راح تكون عندك صدقة. كم من قطرات ما تجلب بإذن الله عز وجل بسبب هذه الشجرة، فهذه القطرات تاع الماء راح تكون في ميزان حسناتك. ما من مسلم يغرس غرسان أو يزرع زرعان فيأكل منه الإنسان، وهنا لاحظ إلى تعبير الإنسان، ما قالش المسلم، إنسان، أي إنسان المرة. وكل واحد مهما كانت أفكاره، مهما كان دينه، مهما كان إيمانا مؤمنا كافرا، مدام يأكل منها هذا الإنسان إذا أنت تؤجر عند الله سبحانه عز وجل. أو بهيمة أو طيرا، كل حاجة من هذه راح تدخل في ميزان حسناتك بإذن الله عز وجل. لذلك رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينبهنا إلى هذا ويقول لنا هذا من أجل الأعمال وأجل العبادات، إلى درجة أن الساعة راح تقوم، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. تخيلي معايا، خلاص بدأت هذه السماء تنشق وهذه الكواكب تنضثر أهوال الساعة، والإنسان من هول تلك الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وكانت في يد أحدكم فسيلة استطاع أن يغرسها فليغرسها. لماذا؟ لأنه يرغب الإنسان في الغرس، لا أن يقلع تلك الأشجار ولا أن يفسد في تلك الأشجار. إذن الإسلام يدعونا إلى المحافظة على هذه البيئة والإصلاح في هذه الأرض وعدم الإفساد فيها، ويبين أن ذلك يترتب عليه بإذن الله عز وجل مرضاة المولى تبارك وتعالى والحياة الهنيئة السعيدة في هذه الحياة. وإن شئت يا أستاذة إذا انظرنا إلى حتى البيئة والمقاصد التي جاء الدين من أجل حفظها، نجد العجب العجاب. مثلا ديننا الشريعة هذه جاءت مثلا لحفظ هذا الدين. تخيلي معايا واحد ما يحافظش على البيئة وبعد يلوث هذاك الماء اللي بديتي به الحديث نتاعك،
لوث بماذا يتوضأ هذا الإنسان؟ إذن هذا الإنسان حينما أفسد البيئة لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه عز وجل. حينما بذر الإنسان الماء بماذا ينتج مثلا الثمار ولا الحبوب ولا الأشياء التي يخرج بها زكاته؟ ما كاش. حينما يفرط في ما خلقه الله عز وجل من أجل التنمية، من أجل أن يحيى الناس سعداء، فهذا الإنسان لا يستطيع مثلا أن يحافظ على دينه. تفريط في الماء، تفريط في الحياة. نعم، ولذلك قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل حاجة ربي عز وجل جعلها مربوطة بمدى وجود هذا الماء. ثم أيضا في المحافظة على النفس، تخيلي معايا الإنسان يفسد في هذه البيئة وبالتالي تظهر الأمراض وتظهر الطواعين وتظهر الفيروسات التي قد تكون سبب في تدمير الفرد وتدمير المجتمع بأكمله. وكثير من الأمراض اليوم مربوطة ارتباطا وثيقا بقضية التلوث وقضية الإشعاعات وقضية هذه ربما التسربات الكيميائية وغيرها التي تضر بهذا الإنسان وبالتالي تؤدي إلى هلاك النفس تلوث البشرية. نعم. أكيد. أيضا حتى بالنسبة للنسل أيضا. نعم. تلوث البيئة وربما بعض الإشعاعات التي تؤدي حتى إلى حرمان الإنسان من الولد بسبب. نعم. ماذا؟ بسبب التلوث الماء. نعم، العقم كما تقولي. حتى بالنسبة للمال، التلوث البيئة يؤدي أيضا إلى نقص المال، والمال بمفهومه العام. نعم. يعني لما تولي الثمار مثلا تتأثر بذلك الهواء الملوث مثلا، الحيوانات تموت بسبب تلوث في الماء أو بسبب تلوث في العشب أو بسبب تلوث في الهواء، الطيور غيرها من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل في هذا الكون قد يكون الإنسان سببا في إفسادها وسببا في وفاتها بسبب التلوث البيئي وبالتالي ذهاب المال. فكل هذه، بل حتى العقل، العقل البشري، عقل الإنسان، الشريعة جات بس تحافظ عليه، واليوم موجود هذا التلوث. يعني لما الناس تنشر مثلا مخدرات، تنشر مفسدات، تنشر هذه المسكرات مثلا، الآن أستاذة ما الذي يحدث لهذا الإنسان؟ هو أنه يقضي على عقله ويقضي على عقول الآخرين، التلوث الفكري من هذه الأفكار التي ربما أيضا قد تؤدي إلى فساد الفطرة. اليوم هذا التلوث الأخلاقي اللي أشرت إليه بارك الله فيك، يعني ربي عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، فكل مساس بهذا الإنسان المكرم هو في الحقيقة تلوث وهو بعد عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. كل محاولة للمساس بهذا العنصر المكرم هو تلوث. ذلك التلوث الذي أيضا نجده حتى في يقولوا التلوث النظري ولا التلوث السمعي. الإنسان ربي عز وجل خلق هذا الكون جميل، تخيلي معي واحد يروح الغابة يحرقه، فهذا نوع من التلوث، وهذا واقع أستاذ. نعم، ربي سبحانه وتعالى خلق أن الدنيا هذه جميلة، فالإنسان حينما يولي هو ليس في تلك الصورة الجمالية التي يتأذى الناس به حينما يروه مثلا. لذلك قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا. اليوم حتى في الجو، مش غير في البر والبحر، في الجو فيه أيضا الفساد. التلوث السمعي، كثير من الناس بسبب انحراف في الأخلاق ولا في الفطرة قد يؤذي الناس في نصف الليل، وربما بلك يخليه يمشي ينام، ويؤذي الأطفال ويؤذي المرضى أمام المستشفيات. هذا أيضا تلوث، وتلوث سمعي، يعني يولي الإنسان يؤذي الآخرين. فالإسلام كل هذه الأشياء يضبطها بهذه الكليات التي يريد الإسلام حمايتها ليحيى الإنسان سعيدا في الدنيا وليرضي ربه سبحانه عز وجل. بارك الله فيك أستاذ، ولهذا بدأت المقدمة بأن الدين الإسلامي. نعم. دين كامل متكامل. نعم. بارك الله فيك، بوركت أستاذ. أستاذ منير، لو تعرفنا أكثر عن نفسك، يعني أستاذ منير صاحب المبادرة إغرس شجرة، ولكن من أين أتت هذه المبادرة؟ ما خلفيتها؟ هل الأستاذ منير يعني منضم إلى جمعية تعنى بالبيئة، أو عمله في البيئة، أو دراسته في البيئة؟
الفكرة كانت اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. نديما نحب نحيو سنة من سنن رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. بخصوص المجال الدراسي تاعي بعيد كل بعد. أنا درست في كلية الهندسة المعمارية وكنت خريج. مش بعيد كل البعد. بعيد. ماشي بعيد. متعلق هو متعلق ماشي متعلق شوية مارك. نعم. أنا درست في كلية الهندسة المعمارية بليدة خريج دفعة سنة 2013 مهندس معماري مهندس دولة في الهندسة المعمارية. هي فيها علاقة لأنه كنا نركزوا كثيرا على المساحات الخضراء في كي نديروا مخططات تاعنا. أنا عندي حب تاع التشجير ملي كنت صغير. كانت الجدة ربي يرحمها كنا قاعدين عندها متربيين عندها ربي يرحمها. كانت تعتني بزاف بالأشجار تعتني بزاف بالنباتات المنزلية. والسيدات الجزائرية دائما عندهم رطل أحلى في المنزل. رفدنا عليها والحمد لله بقات هذيك الفكرة في راسي. أنا كي تخرجت سنة 2013 بدأت حكمت هذيك المرحلة على البطالة. شغل اللي حكمت المرحلة على البطالة بدينا شغل احنا ديما نجمعوا مع بعض احنا مجموعة من الشباب. بدأت تراودنا ديك الفكرة عن نديرو نأسو جمعية ما توفقناش ربي باش نأسو جمعية لظروف خاصة. على كل حال بدينا ننشطو في هذا المجال عبارة عن مجموعة متطوعة ومشات الحمد لله مشات الأمور وهاد الأيامات إن شاء الله رانا بدينا انطلقنا في ان شاء الله باش ناسسوا الجمعيه تاعنا باش نكونوا في اطار قانوني باش ما يكونش عندنا كاش عراقيل ولا. سيد منير عطيتنا عده مفاتيح. شيخنا عطانا يعني القضاء على البطاله. القضاء على وقت الفراغ. استغلال المكتسبات من التربيه انه لاحظ خلال التربيه ديالو الجده والمحيط فيه اخضرار حارص على توظيف هذا الاخضرار في الملاحظات ديالو الحاضره. ايضا عده افكار وهذه تعكس يعني النباهه والذكاء تاع الشباب الجزائري وايضا استغلال كل هذه الافكار في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاستغلال الايجابي. كيف كان التفاعل معه من طرف يعني المجتمع من طرف الذين انضموا الى هذه الصفحات؟ الحمد لله كاين الاف كيما احنا وما خير منا. كاين ناس بزاف طاقات ايجابيه ما شاء الله. فيه طاقات كبيرة كنت تعرفي تستغليها تعرفي توجهيها. شغل راح تشوفي نشوفوا بلدنا إن شاء الله في المصاف الدول الكبرى خاصة أنه كينا ناس محسنة تحب تكون في الخفاء تحب تدعم هذه الطاقات. الحمد لله كيما احنا ربي راه مسخرنا ناس بزاف. شوفي المبادرة تاعنا لقات استحسان كبير من كل أطياف المجتمع. تلقاي دراري صغار يحبوا يشاركوا في الحملات هذو. النساء يحبوا يشاركوا في المبادرة هذه. الناس كبار تحب تشارك في المبادرة وكل واحد كيفاش يحب يشارك. كان اللي يعاونك ماديا كان اللي يعاونك معنويا خاصة الدعم المعنوي. أنا في أحيانا تحتاجي الدعم المعنوي والتشجيعات أكثر من التشجيع الحضور. وكان اللي يعاونك بالدعاء. الدعاء شغل راه يعاونك بزاف راه مفتاح. والحمد لله كما قلت لك المبادرة هذه لقات استحسان كبير. اليوم كي نفتح مثلا رسائل بريد الصفحة نطول وانا نقرأ في الرسائل صبي رسائل عديدة وكاين بزاف ناس يزعفوا كي تبعديلوا الموعد. يقول لك مثلا وقتاش تزورونا الولاية فلانية تقولي له مازال ما رانا احنا رانا البرنامج تاعنا في هذا جوان مثلا شهر جوان البرنامج راه كامل. لانه احنا نشطوا هذه نقطة حبيت نشير ليها. احنا نشطوا في نهاية الاسبوع. بارك نشطوا في نهاية الاسبوع بحكم اننا نخدموا مرتبطين بالعمل في ايام الاسبوع نخدموا من 8 ل 4 في نهاية الاسبوع.
نتنقل الولاية أو ولايتين على حسب بعد المسافة. إذا رحنا الولاية صحراوية تكون مسافة بعيدة، دونك نروحوا الولاية وحدة نباتوا عندهم. نعم. والحمد لله هذه نقطة ثانية، الناس تستقبلنا أحسن استقبال، يفرحوا بينا، ما يحسكش كامل باللي هذه نقطة ترجع أنه الشعب الجزائري بعت ولا تغربت، تحس روحك بين أهلك، بين خوتك في داركم، بين أهلك. وهذا هو التفاعل اللي هذه النقطة، هذه النقطة ثانية تبين باللي الشعب الجزائري متلاحم، شعب يحب بعضه ويحب الخير لبعضه. مثلا كاين الناس مثلا نقولوا يتبرع لك من الجزائر العاصمة يقول لك أغرسها في بشار، واحد يتبرع لك من وهران يقول لك غرسها في واتسوف، ما عندوش هذيك يقول لك غرسها عندي جهوية. ما عندوش، ما كانش، ما شاء الله. الحمد لله، بارك الله فيك على هذه النقاط مهمة جدا التي تعكس يعني أفكار شبابنا، أفكار الجزائر الجديدة. بارك الله فيك أستاذ محمد بالعالي. التربية هي بيت المقصد، بيت القصيد. أعتقد أنه تربية الأطفال، لكن هل نربيهم بالقدوة أن نشاركهم في ذلك، أم أن نحرك الأسلوب الفعلي في تفعيل هذه النقطة، نقطة تربيتهم على غرس الأشجار، على الاهتمام بالبيئة ككل، الاهتمام بالحيوان، عدم الإضرار بالبيئة أيضا. نعم. التنشئة أو التربية، وش رأي يتكلم الأستاذ، هذا هو الدافع الأول في الحقيقة لكل شيء، لكل فضيلة. لأنه حينما ينشأ مثلا هذا الطفل على أن الله عز وجل خلقك في هذه الدنيا لتعبده، ومن بعد يفهم ما هي العبودية لله سبحانه عز وجل، أن كل شيء نافع يراد به وجه الله عز وجل هو عبادة. حينما أيضا يبين لهذا الطفل أن الله عز وجل إنما جعل الإنسان خليفة في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، يخلف في هذه الأرض بمعنى يحسن فيها ويصلحها ولا يفسدها، ثم أيضا عمارة هذه الأرض، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم فيها بمعنى طلب منكم عمارتها. ولكن أن تتخيلي هذا الطفل الصغير وهو يتربى هذه التربية الإيمانية، تغرس فيه هذه القيم بما أنه هو خليفة في الأرض، وعلى أنه مطالب بأن يعمر هذه الأرض، ففي عوض أن يذهب هذا الطفل ليقطع الشجرة، لا، يتربى كما قال على غرس هذه الشجرة. كيف تغرس فيه؟ تغرس فيه بهذه المبادئ والقيم، نعم، أن ينبه لمثل هذه الأشياء وأن يجد الأسوة والقدوة في ذلك. ولذلك تأتي النقطة الثانية في المحافظة على البيئة، هي أيضا تنبيه الكبار إلى مقتضيات الإيمان في قضية المحافظة على البيئة. لأن هذا الكبير، هذا والد ولا أم وخلاص متشبع بأن غرس هذه القيم في وليده أراه يتقرب إلى الله سبحانه عز وجل. إذن هنا يوش رح يولي، أي رح يولي هذا الوالد وهذه الوالدة حريصان على أن يربوا أبناءهم على مثل هذه الأشياء. اليوم أي جمعية مثلا، إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله، ومن بعد هذه الجمعية تذهبوا إلى المدرسة ولا تذهبوا إلى حي، والحي هذاك راح يستقبلوهم كما قال أولئك الكبار، ومعد يجوا مع وليداتهم، قال هادو شكون جاءوا من يشعر من قصر البخاري إلى تمرست مثلا، ما الذي جاء بكم من ولاية المدية مثلا إلى تمرست؟ قال جاءوا لغرس الأشجار. وتخيلي معي هذاك الطفل الصغير الآن هو يدخل في حوار مع الوالد نتاعه، شحال قطعوا مسافة؟ قال قطعوا أكثر يعني ما يقارب 2000 كيلومتر، 2000 كيلومتر جاءوا باش يغرسوا الشجرة في تمرست مثلا. إذا لماذا يغرسون الشجرة؟ وهذا الطفل بعدها تعود تقدم له هذه الأشياء الإيمانية والنظرية في أن غرس الشجرة عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، غرس الشجرة بإذن الله نفع به عباد آخرين، راح في عوض اللي الآن الإنسان يخلي الأرض قاحلة يولي يستعمر هذه الأرض. إذن هو يتربى على هذا القيم الإيمانية، ثم يرى نماذج أمامه، هذا النموذج اللي أمامه يقول لك كيفاش هذا الإنسان بعيد كل هذه المسافات وجاء لغرس الشجرة وأنا لا أغرس شجرة، فيقول لي كما قال الأستاذ ربما عنده هذه الشجرة تاعو يغرسها وحريص عليها ويسقيها وربما بلك يحرسها
يحرصها على ألا تتأذى لا من بهيمة ولا من إنسان ولا من أي غرس العلاقة بين الفرد والشجرة. وهذا هو هذا هو الذي يريده الإسلام بالحق. علاش قلنا من الأول أستاذ قلنا إحنا ما عندناش هذاك الصراع، إنما إحنا عندنا هذاك التكامل على أساس أن هذه الشجرة تتشبه لي في التسبيح بحمد الله عز وجل، هذه الشجرة تشبه لي في أنها تسجد لله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبين صفات المؤمن شبهه بشجرة، مثل المؤمن كمثل النخلة، وفي الحديث الآخر مثل المؤمن كمثل النحلة. إذن بشره ربطوا النبي عليه الصلاة والسلام، ربطوا بهذا الكون، ربطوا بهذه البيئة، ربطوا بهذه المخلوقات التي يتناسق الإنسان معها في عبودية الكل لرب العزة سبحانه عز وجل. فهذه التربية هي التي لابد أن تكون في المسجد، ولا بد أن تكون في البيت، ولا بد أن تكون في المدرسة، ولا بد أن تكون في المحيط، ولا بد أن تكون في الإعلام. فإذا تضافرت هذه الجهود بإذن الله عز وجل سنرى ذلك النشء الذي يغرس ولا يقلع، ذلك النشء الذي يحافظ على هذه البيئة، ذلك النشء الذي إذا وجد مثلا قذاه في الشارع يحملها، مش هو اللي يرمي. يعني تخيلي معايا يخرج التلاميذ مثلا من المطعم تاع المدرسة، وبعدين كل شيء يجدونه مثلا في الطريق يحملونه ويرموه في سلة المهملات. هذا نتيجة التربية. لكن لك أن تتخيل العكس، يخرج التلاميذ مثلا من المطعم وهو واحد حب بيض ويقشر فيها، واحد حب برتقال ويقشر فيها، هذا يحصل كل صيف أستاذ على شواطئنا. نذهب ونجد الشواطئ نظيفة عند بداية الاصطياف، لكن عند نهاية اليوم نجد كل يعني الأوساخ والقذرات. وهذا منين الله؟ هذا منين أستاذ؟ هذا من مدى تشبع هذا الإنسان بمثل هذه الأخلاق. الأصل فيها أن الإنسان المؤمن نظيف، لذلك شوفي باش نروحون عبد ربي عز وجل لازم نتنظف. نعم، نظفوا ثيابنا ونتوضا ونظفوا المكان، لدرجة أنه ما يجوز لكش تصلي في مكان فيه نجاسة، ما يجوز لكش تصلي بثياب فيه نجاسة، ما يجوز لكش تصلي بدون وضوء. يعني ديننا يربط القرب من الله سبحانه عز وجل بالنظافة، ولذلك ديننا دين النظافة، وثيابك فطهر. فإذا كان الإنسان المسلم يتربى على مثل هذه الأشياء مستحيل أنه يذهب إلى بيئة نظيفة فيلوثها، بالعكس هو إذا وجد شيئا يميطه. وإماطة الأذى عن الطريق صدق. شكرا لك أستاذنا. نواصل مشاهدينا الكرام بعد أن يرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر لمدينة الجزائر وما جاورها من مدن، فلنستمع لصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر المغفرة والثواب. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج مفاتيح قناة القرآن الكريم، وصل دائما في برنامجنا مع موضوع اليوم تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة 5 جوان، مع موضوع كيف نحمي البيئة وكيف نتفاعل إيجابيا مع هذه البيئة. إذن أستاذ منير، وأنا أتصفح الصفحة لاحظت أنه شعارات الهاشتاج أنا متطوع، أنا في خدمة الجزائر، وبعدها كلمات إيجابية كثيرة جدا، في خدمة المجتمع الجزائري، في خدمة الإنسان بإحسان. هذه الرسائل الإيجابية كيف تزيد من تفاعل المجتمع وتفاعل الشباب معكم كصفحة، يعني نقولوا إن شاء الله مليونية؟ إن شاء الله يكتب ربي. في الحقيقة احنا ديما نوجه رسائل تحفيزية، نوجه رسائل باش الناس تحفز، باش الناس تتحرك. وخاصة انا شخصيا نبين غير الحاجة المليحة في الجانب التطوعي، لانه هو فيه صعوبات، وفيه انا عمري ولا نشرت حاجة من السلبيات، من الجانب السلبي، من التحديات، كان نشر حاجة واحدة من الجانب السلبي التحديات. أنا نحب أن نشر الحاجة الإيجابية باش تحفز الناس، باش تبينوا باللي هذا الطريق راه فيه لذة، وراه ساهل، راه ساهل، ولو أنه هو فيه صعوبة، وهذيك صعوبة سهلة، هذيك يسر ربي سبحانه، لأنك تطلب شويه من الصبر تاعك، شويه من الدوام تاعك. احنا نركزوا دائما على، خاصه باش تشوفي التغيير، باش تشوفي مثلا التغيير قبل ما نغرسوا، مثلا قبل ما نبداو في حمله التشجير، غير نبداو نحفروا، نصوروا المكان، المنطقه كيف كانت، نصوروا المكان يكون ما فيهش الاشجار، صوروا شغل الحفر برك. ما بعدها بساعة ولا ساعتين بعد ما نكملوا من عملية الغرس والتنظيف، نصوروا المكان ونديروا هذاك الفارق، المقارنة، الفارق قبل وبعد، قبل وبعد، وتزيد توجه له رسالة انه هذا المكان تغير بقليل من الجهد وقليل من الوقت. الحمد لله، ما شاء الله. انتي كي تشوفي اليوم، تشوفي باللي رانا نضحوا بوقتنا، انا نشوفها حاجة قليلة. الناس ضحت بانفسها، شهداء ضحوا بارواحهم، ضحوا بالنفس والنفيس باش نعيشوا اليوم احنا في البلاد هذه، اللي قد ما نمدوا لها ما نعطوهاش حقها. ان شاء الله ندعو ربي سبحانه ان يحفظها ويحفظ شعبها ان شاء الله، وان يرحم شهدائنا ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ان شاء الله. بارك الله. أنا شخصيا نمد لبلادي حتى آخر نفس، حتى آخر قطرة دم، إن شاء الله. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، ونتمنى أنه فخورين أنه الناس، أنا نفتخر أني نمد لبلادي، نفتخر أن نفتخر بهذا العمل التطوعي. والله ذو المسافات البعيدة اللي نروحوهم، كما قال لك الشيخ، نهار توصلي وتشوفي الناس كيفاش تستقبلك، والناس ينسيك في وفاء السفر، ينسيك، نعم، ينسيك في كلش، وتفرح، انت تفرح، تبدا تقول باللي انا ما شقيتش باطل،
باللي صح راني ندير في حاجه اللي نفرح بها. ان شاء الله ربي يوفقنا نزوروا كامل ولايات الوطن. احنا الحمد لله انا شخصيا دخلت حوالي 50 ولايه ما شاء الله. رحتها ب اقصى ولايه بعيده ولا اقصى منطقه تيميمون. رحنا لولايه اضرار ولايه اضرار للاضرار. وان شاء الله بعد اسبوع ولا اسبوعين انا رايحين لتمراس طوجانت ان شاء الله. ان شاء الله هما يكونوا هما يكونوا اقصى قبل القادمه ان شاء الله. ما شاء الله نهايه الاسبوع هذا روحوا لولايه البيض اللي بعدها روحوا لولايه شلف اللي رانا طلقنا مشروع بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي اللي عاوننا بزاف ربي يحفظهم. انطلقنا معهم مبادره 10000 شجره ما شاء الله ان شاء الله في ولايه شلف ما شاء الله. عاوننا بزاف المجلس الشعبي الولائي على راسه الاخ اللي متراسه الاخ ابراهيم بوزيان. عاوننا بزاف يعطيه الصحه. المبادره انطلقت منذ حوالي اسبوع كانت بدات في مدينه زبوجه وبوقادير ودوك راهي دخلت الولايه ان شاء الله راح تمس كامل ما شاء الله. تفاعل حتى مؤسساتي بارك الله فيكم. ماذا بينا ان شاء الله فخورين بكم اخي. كامل المسؤولين يتفاعلوا معنا لانه المشروع هذا ما مجموعه متطوعه. ما سنتحدث عن التفاعل وطريقه التفاعل لانه الكثير من الاتصالات تردنا الى يعني الى العارضه التقنيه. والاخ منعم يقول لي مشاهدين يسالوا كيف نتفاعل كيف نشارك كيف يعني نبعث او كيف نغرس الشجره عن طريق الاخ منير. بون التشجير راه كان من وقت سيدنا نوح غرس الاشجار وخدم بهم سفينه يحتطبها وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا عليه. احنا رانا نكملوا في الرساله اللي راح نخلوها ونورثوها للاجيال القادمه ان شاء الله. طيب كيف يتفاعلون معك عبر الصفحه؟ يتفاعلوا عبر الصفحه اسمها اغرس الشجره. يدير متابعه ولا يدير لايك للصفحه ويرسلونا عبر باريس الصفحة ولا عبر رقم الهاتف. راهو موجود رقم الهاتف موجود رقم الهاتف موجود في الصفحة. بارك الله فيك أخي شكرا لك. واتصالاتكم تريدنا على العارضة التقنية. نستقبل فاطمة من تيارت. السلام عليكم. السلام أختي. أهلا ومرحبا والسلام على ضيوفك الكرام. عليك السلام. المهم أختي والله هذا الموضوع شيق اللي فتحتي به القناة ونتمنى إن شاء الله ربي يبارك في هذا القناة. أختي شوفي المهم البيئة والله البيئة راهي تشف وهذا البيئة بسبب الإنسان. نعم. الإنسان هذا كان يحافظ على هذا البيئة كما طلبنا ديننا الحنيف على البيئة ما شاء الله. ديننا يبغي الطهارة يبغي النظافة كما كان يقول لك الشيخ الصلاة رانا كيما نقول لك الوضوء حتى نروحوا نتوضاو فها نروحوا نصلوا صلاتنا. الماء كذلك ما نروحوش لهذاك الكاس نشربوه يليق حتى نغسلوا ذاك الكاس باش نشربوا الماء تاعنا نقي. كيما قال لك الشجرة راكي تشوفي فيها ما شاء الله. ونشكر الأخ وإن شاء الله نتمنى له إن شاء الله يواصل ويبادر إن شاء الله يا ربي. وهذه البلاد راهي مسقية بدم الشهداء وكما قال لك بلادنا الجديده هذه نتمنى الجزائر الجديده تنور ان شاء الله يا ربي برجالها ويخافوا شويه من ربي. شاو صنع الشجره والله الا راهي تشف كي تشوفي الشجره خضره وهي كارثه تحتها. والشجره اللي تسبح الربي يرموا تحتها القمامات يرموا كارثه والله للاسف مش ينعموا كاع الناس لكن كارثه الشجره هذه كيما قال لك راه ظلل تحتها الجندي تاعنا اللي شقاو به وصل به جاب لنا هذا حرر لنا البلاد تاعنا جدودنا. الشجره هذه ليق نحافظوا عليها ليق نورثوها للاجيال واجيال والاجيال باه تبقى. كاين بعض كيما حنا رانا في البيوت نحافظوا على النبات ثاني الشجره عندها قيمه مع الله وراي تسبح وللاسف يا اختاه للاسف ونتمنى شيخنا الكريم يزيد يفيدنا ديننا الحنيف وصانا على هذه البيئه. ونتمنى المحافظه على المياه نتمنى المحافظه على الاشجار ونتمنى ان شاء الله يا ربي بلادنا تبقى منوره وعندنا رجال والله لكاين لينا رجال يخدموا هذه البلاد. نتمنى ربي يحفظهم ربي
كما قال لك تبقى بلادنا منوره، تبقى الجزائر رايتها دائما مرفوعه. بارك الله فيك مع فاطمه. مع السلامه اختي. بارك الله فيك وابدعتي، بارك الله فيك شيخنا، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. فالاصل في ان الله عز وجل اصلح هذه الارض، والمسلم مطالب بان يستثمر فيها في الخير، ان يعمرها، الا يفسدها، ان يغرس فيها والا يقلع. وكان الاستاذ الان يتكلم لنا هنا، نتذكر ربما بعض الأشياء التي تعين على مثل هذه المشاريع. نعم. منها غرس هذه الثقافة في الجيل الصاعد، منها أيضا تثقيف الكبار بمثل ما كانت تتكلم به الأخت. يعني هذا الإنسان ربي عز وجل خلقك باش تصلح في هذه الأرض. نعم. لماذا مثلا تمشي إلى بيئة نقية فتفسد فيها مثلا؟ لماذا هذه الشجرة يجي واحد مثلا يغرسها وهو فرحان أنه غرسها، ومن بعد يجي واحد مثلا يجي فايت لازم يكسرها باش يفوت؟ هذاك المياه التي جعلها الله عز وجل للناس حياة، فيأتي الإنسان مثلا باش يلوثها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اتقوا الملاعن الثلاث، يعني الإنسان الذي يتعرض في مثل هذه الأشياء أو يفعل مثل هذه الأشياء راح يعرض نفسه إلى لعن الناس. قال البراز في الموارد والطرقات والظل. لماذا؟ لأن هذه البيئة تاع الناس التي نتقاسمها ونشتركها. نعم أكيد. ثم الأمر الثالث وهو قضية ما كان يتكلم عنه بالتعاون. نعم. يعني هذا الشيء مش تاع واحد، يعني الحفاظ على هذه البيئة هو تعاون الكل وهو ثقافة الكل. لك أن تتخيلي حينما نروح في نزهة إلى غابة إلى حديقة، وكل واحد منا حريص على المحافظة على تلك البيئة. عندي شجرة، عندي مكان معشوشب، علاش لازم لي نروح وندوس على هذاك العشب مثلا؟ وهذه تصيبها بزاف الحدائق نتاعنا. يعني هناك رصيف مثلا اصلا مخصص للمشي، احنا واش نصيبه؟ نصيب واحد الطريق صانعين هكذا في وسط ذاك العشب، كانه راح نضيعوا وقت كبير زعما باش نروح هكذا. لماذا؟ لان هذا غياب هذه الثقافه في الحفاظ على مثل هذه على هذا الجمال. أو بعد لما نمشي نقولوا علاش الحدائق تاع الاخرين شوفوا الله يبارك فيها الورد وفيها العشب وانت وعنا شوفي كش دايره. منين هذه؟ بسبب حنايا، لان الاصل الانسان يبدا بنفسه ثم يدعو الاخرين الى التعاون مع مثل هذه الاشياء. انا الان ونسمع في الاستاذ يتكلم لي على ولايه من الولايات وتفاعل المسؤولين مثلا في هذه الولايه، هذا شيء جميل. يا ريت يولي في كل الولايات يتفاعلون مثلا ايجابيا مع مثل هذه المبادرات، وهذه باذن الله عز وجل. هذا كما يقولوا مسافه الالف ميل تبدا بخطوه. نعم. هاو الاخ الان بدا، واحد اخر في مدينه اخرى، وشحال كاين نماذج من خونا ربي يحفظه، وشحال كاين نماذج ايضا من مسؤولين كما هذو. فالاصل فيها هذا التعاون. ثم الامر الاخر وهو احياء ما يسمى بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ولينا احنا في كثير من الحالات تاع خاطيني، يعني انسان يحرق في غابه خاطيني، انسان يكسر في شجره خاطيني، انسان يرمي في الاوساخ نتاعو في مجرى مائي ولا في نهر خاطيني، يروح للبحر يفسد فيها خاطيني. ما كيفش خاطيني؟ بالعكس، احنا النبي عليه الصلاه والسلام مش يقول لنا من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، فمن لا يستطع. وهكذا النبي عليه الصلاه والسلام، وذلك اضعف الايمان كما يخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام. اذا هذه الامور هي التي تجعل الانسان كما قلتي يصلح في الارض ولا يفسد فيها. ويعرف لي لما يصلح في هذه الارض هو راه يعبد في رب العزه سبحانه عز وجل، وتخليه يمشي الى هذيك الاشياء التي بها نحافظوا على البيئه. يعني لما يولي الانسان ينظف ولا يرمي الاوساخ وراه يحافظ على البيئه. وحنا ديننا دين النظافه، سبحان الله. علاش عندي قمامات لازم لي نرميهم في الطريق؟ علاش عندي قمامات لازم لي نمشي في السياره تاعي؟ وفي بعض الحالات هذا مما يؤسف له، انسان يمشي في سياره فخمه الله يبارك شراها بالمليارات، وبعدين ياكل في البانان ويرمي في الطريق، وعادي جدا. ويا ريت جات على قشور الموز يا استاذ، لانه ادويه مهما تكون فضلاتها هي ادويه. هذا الذي يرمي الاخطر هو البلاستيك. هذا الذي يرمي من السياره وهو في هذيك الحاجه اللي يفترض على انها تدل على المدنيه. نعم. والتحضر والله يبارك ولبسته ما شاء الله ويفعل هذاك. هذا استاذه مظهر لا يليق. يعني على الاقل شويه نستحوا شويه سيدي، راني في هذاك المكان الذي يفترض على انه راني نعيش شويه من هذا التحضر وهذا المدنيه، فما لازمش ندير لا ديني يرضاها ولا البيئه اللي راني فيها يرضاها ولا هذه الابهه اللي طاها لي ربي سبحانه وتعالى ترضاها. نعم. اذا ما لازمش الانسان يكون هكذا. الامر الاخر ثاني هو المحافظه على هذه الموارد.
لأن ربي عز وجل أعطانا كنوز. احنا غابات، انا والله مرات لما نشوف غير الاشجار تاع الغابات هذه عندنا خاصه في الجزائر، في جبال شهيقات والاشجار موجوده فيها، شوف تنحرق وتعاود تنوض هذيك الاشجار. نقول انا سبحان الله العظيم، يعني ربي عز وجل ينبتها والانسان يفسدها؟ ربي عز وجل انبتها في هذيك الصخور، احنا واحد يغرس شجره ويسقيها وبعد يشوف ذبالت وحارس عليها وما نعرف الى عاشت، وربي عز وجل أنبتها في ذاك. وأنا همي الكبير كيفاش فقط نروح ندمرها، كيفاش فقط نروح نحرقها؟ لا عندي حديقة اللي نروح لها أنا وليداتي ونعيش مثلا لحظات ولا ساعات براحة، نروح أنا نلوث هذيك الحديقة مثلا، ويجي اللي بعدي ما عندوش وين يجلس. في بعض الحالات تروح الشاطئ البحر وراء وجاي مثلا تلوث في كل شيء. سبحان الله. يعني الناس علاش تروح الحديقة وعلاش يروحوا البحر؟ يروحوا من أجل الراحة. لكن كي تروحي المكان وهو فيه الوسخ، تروحي وسخ كما نقولوا مادي وسخ أخلاقي، هذا غير مقبول. لذلك الإنسان المؤمن هو الذي يحافظ على هذه البيئة ويقدم هذا الشيء الجمالي. جلست في مكان خلي مكانك نظيم، ورحت المكان أيضا خلي الناس ما تتأذاش بسببك، لا بصوتك ولا بقولك ولا بلباسك ولا بأخلاقك. المفروض لا، احنا مسلمين، احنا مؤمنين، احنا نعبد في ربي عز وجل، احنا لنا أخلاق يفترض على أننا نحافظ عليها حتى ما نكونوش هذاك العنصر كما يقولون النشاز في هذا الكون. بارك الله كل شيء سبح بحمد الله، ثم احنا بعد ذلك نلوث هذه البيئة التي خلقها الله. بارك الله فيك أستاذنا. نستقبل اتصال الحجة بريكسي. السلام عليكم الحجة، إذا ما زال مرحبا. أهلا ومرحبا أستاذ. الله يسلمك والسلام على أمة محمد كافة وعلى الحباب اللي حاضرين وغايبين واللي راهم هكا بنتي في هذا العضلة، راكم معروضين مع بعضكم بعض، يحفظكم الله وجايبين على البيئة. بارك الله البيئة، تبارك الله البيئة اللي كان يخليوها شكون كيفنا. نعم كيفنا، علاش كان يحاسب زعما الشجره غير ما يبهدلك؟ ربي كيما خلق الانسان خلق الشجره والدريه، يقول لك ولدك وما ربيت والحيوان وما علمت، علاش هذيك الشجره تكون طالعه منوره يجيو يلوثوها ولا يقردوها ولا يحرقوها ولا كيما قال الشيخ وقال ولدي وانت معاهم، علاش خصنا نخافوا ربي؟ خطر ربي حاضر ناظر، ما تخفى خافيه، ينظر على الانسان وعلى اللي بعيد. حاشا انا شي كل شيء مانيش نقول كاع العباد، درك ولا هو بنتي الفلاحه كي حصدوها ما يخليوش تلمك لذاك الطير، هذاك الطير ما خلقهش الله، وهذيك الشجره يعيشوا فيها الطيور. قالك الى طاحت الشجره فين الطيور تبات؟ خلفوها هذه الشجره، راهم مشاو الطيور شتات، العديد من الكائنات الحيه مرتبطه بها. وها بنتي راه ليها كل خير، ماذا بك تنقيها؟ ماذا بك احنا الناس اللي من وسط البلاد ولا اولاد اصحاب الفلاحه يعرفوا بلي الماء تاع الصابون، الماء تاع تاع جافيل، الماء الملوث يحرقها، زيت السيارات ايضا. وها بنتي والعام ثاني سجل على الغابه، قالك الدنيا مثلتها للغابه والغابه حطابها الغاب، الحطاب يقول انا نقدي الغابه، تاع الغابة تبقى ورا الحطاب. الإنسان يخصه يخاف ربي ويميز للطير، يميز للشجرة، يميز للإنسان، يميز للماء البكمة، كل شيء هذا اللي هضروا عليه لا فيه الفائدة. والشجرة أكثر يجي النهار اللي يجي وقتها اللي باش تخدمي بها المائدة اللي تقعدي بها تاكلي وتعقلي، فيها شحال من منفعة. بارك الله فيك ونكونوا طيبين. بارك الله فيك. وهذا ولدي لا جاك الانسان راه يقول لها الحاج مرحبا به، حنا الاولين مع الزهره ويمشي معاه حتى الحاج داوى من الشجره ويعرف للشجره. يا مرحبا، بارك الله الله يحفظكم في الخير. بارك الله فيك يا معك وخويا عزيز عبد الله، راه شاهد عليا وهذه الاذاعه اللي رجعتنا خاوه، على خاطر قال لك الخاوه من ثلاث طريق وتلاقي بالبراني، يجعل خويا الشقيق لي عمره ما ينساني، وبقاو على خير واسمحوا لي لا طولت. بارك الله فيك الحجه، شكرا جزيلا لهذه المداخله، دائما تضيف يعني اضافات رائعه الحجه بريكسي. في الاخير سيد منير حنان، يعني هل تطمحون عبر الصفحه الى غرس افكار بيئيه اخرى تهدف لتغيير وتحسين المستوى الثقافي البيئي للمواطن؟ بون احنا شعارنا من اللي بدينا
تحت هو بيئة خضراء ونظيفة. بيئة خضراء ونظيفة، ونظرا لنقص الإمكانيات ما قدرناش نسقل بين ولو أنه كنا نعتمد على تنظيف الأماكن السوداء، النقاط السوداء، ونديروا فيها ونقوموا بغرس أشجار فيها باش الناس تتغير الفكرة تاعها. جميل جدا. من بعد مشينا في مجال التشجير أكثر، مشينا في مجال التشجير، وكاين الحمد لله كاين جمعيات ناشطة في مجال التنظيف بزاف، ماذا بينا إن شاء الله نسقوا معاهم مع الوقت، رانا إن شاء الله معولين نسقوا معاهم. لكن رسائل إيجابية دائما تضيفونها عبر الصفحة، رسالة مثلا تنظيف المكان، تحفيز المواطنين، الدعوات، وعندك دعوة مباشرة من السيدة بريكسي ربي يحفظها. إن شاء الله ربي يحفظهم ويبارك لهم في أعمارهم إن شاء الله، ونقول لهم نوعدهم باللي نزوروا ولاية لمسان. احنا عن قاري بعدنا دورية نحو الغرب إن شاء الله، راح نزوروا ولاية معسكر، غليزان، مستغانية، نزوروا ولاية وهران، نزوروا حتى المغنية، هذو كامل الولايات إن شاء الله نزوروهم. احنا إن شاء الله الحلم تاعنا أن نشوفوا البلاد هذه شابة وخضراء من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. جميل جدا. إن شاء الله نتوفقوا نزوروا كل شبر من هذا الوطن ونغرسوا فيها شجرة، لأنه هذه الأرض مروية بدماء شهداء وكل حاجة تنجح فيها. وبالمناسبة أنا ثمن قرار رئيس الجمهورية بإعادة إحياء السد الأخضر اللي كان مفخرة للبلاد، وإن شاء الله يكون هذا يعتمدوا فيه على أشجار المثمرة والمعمرة والأشجار الاقتصادية. إن شاء الله. بارك الله فيك أخي. بارك الله فيك أخي منير حنان، القائم على مبادرة غرس الشجرة عبر صفحتي الإلكترونية. بارك الله فيك على تلبية الدعوة. شيخنا أبدعت، بارك الله فيك على الحضور ودائما الإضافة الجميلة في بلاطو مفاتيح. مشاهدينا تحية كبرى أيضا لمهندسي النظافة وكل قائمين على البيئة في الجزائر، هذه البلد، هذا البلد الأخضر بامتياز. شكرا لكم والسلام عليكم.